دعونا أصدقائنا نذهب معكم إلى مصر الآن، والتي تشهد هذه الأيام حدثاً ثقافياً سنوياً مهماً، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتحت أبوابه اليوم. لكن رافق هذا الافتتاح الرسمي للمعرض احتجاجات واعتراضات واسعة على المكان الجديد لإقامته، حيث يغادر المعرض لأول مرة من سنين طويلة حي سور الأزبكية، حيث قررت أيضا السلطات المصرية تنظيمه في منطقة راقية في التجمع الخامس. نقل معرض الكتاب لتجمع حرم الكثيرين من المشاركة، وعلى رأسهم أصحاب المكتبات البسيطة على سبيل المثال والمتخصصة في بيع الكتب القديمة والتي يصل عمر بعض إلى أكثر من قرن. هذا بالإضافة أصدقائنا إلى بعد المكان وقلة المواصلات العامة المؤدية إلى المعرض، ما قد يصعب على الكثير ويصعب عليهم بالفعل من المصريين من زيارته هذه السنة. ورغم ذلك وللحفاظ على تاريخ سوق الأزبكية المرتبط بالكتاب وقرائه، قرر القائمون على السوق تنظيم معرض موازن بتكاليف بسيطة، هدفهم من ذلك انضمام أولئك الذين لا يستطيعون الوصول لمعرض الكتاب في التجمع الخامس. مضحك انه حتى الثقافة والكتب صار فيها هنالك تقسيمات طبقية، في طبقة نعم. للأغنياء وطبقة للفقراء وعامة الشعب. شر البلية ما يضحك بالفعل. والآن معكم أصدقائنا لخبر آخر، وعن كاميرات المراقبة الصغيرة التي تعد إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الكثير من الأسر لحماية منازلها من السرقة أو لمراقبة الأولاد في بعض الأحيان عندما يكون الأهل غائبين. ولكن يمكن لوسيلة الحماية هذه أن تتحول إلى خطر شديد يهدد خصوصية العوائل والأفراد، وذلك بجعل أدق تفاصيل حياتهم عرضة للاختراق. للأسف بالفعل هذا ما حدث مع أسرة أمريكية بعد أن تعرضت كاميرا المراقبة المنزلية الخاصة بها لاختراق من قبل قراصنة. فوجئت الأسرة بصوت مرتفع يصدر من الكاميرا يحذرها من أن هجوما من قبل كوريا الشمالية يشك أن يحدث، داعيا أفراد الأسرة لإخلاء المكان فورا. فيلم أكشن فعليا. طبعا اتضح بعد أن اتصلت العائلة بالشركة المصنعة للكاميرا أن هذه الكاميرا المنزلية تعرضت للاختراق، وقد نجح القراصنة في الحصول على تسجيلات الفيديو الخاصة بالأسرة وبث ذلك التحذير الكاذب. وأيضا أكدت الشرطة أن هذه ليست الحادثة الأولى لاختراق كاميرات المراقبة المنزلية من هذا الطراز مع الأسف، حيث سجلت بالأحرى حوادث عدة خلال الأشهر القليلة الماضية عن اختراقات حدثت عن طريق هذه الكاميرات. طبعا ذكرت هذه الشركة المملوكة لجوجل في بيان لوكالة فرانس بريس إن حوادث اختراق الكاميرات التي حدثت كانت نتيجة استخدام كلمات مرور مسروقة من أماكن أخرى على الإنترنت، وقد دعت الشركة مالكي هذه الكاميرات إلى استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات المصادقة الثنائية التي توفر حماية أكبر من الاختراق، وفعليا أصبحنا مخترقون حتى النخاع أعتقد. مع الأسف. طفرة وراثية تضيف كروموسوم إضافي قد تتسبب بما يعرف في متلازمة داون، والذي ينتج عنه عجز أو نوع من الإعاقة العقلية. ربما قد يهرع الكثير منكم في حال رزق بطفل مصاب بهذه المتلازمة، لكننا اليوم سننقلكم إلى فكرة مختلفة وإيجابية في طريقة التعامل مع هذه المشكلة. إذن دعونا نذهب ونأخذكم معنا أصدقائنا لحالة الطفلة غدير التي أصيبت بمتلازمة داون، لكن صبر والدتها وحسن تربيتها وغير هيك كمان التعامل الإيجابي من قبل كافة العائلة جعل غدير تتمتع بمهارات تفوق بها أقرانها. نشاهد سويتها. Thank you.
أنا غدير. دي عمرك 28. شو بتدرسي؟ زعلي من ناس الفايس قراءة وكتابة وساعات أمي دابا قصير وبسها خبرة وتغريس. وبتساعديها بإخوانك؟ يعني غدير تعتبر حالة بالفعل نموذجية للمصابين بمتلازمة داون. كيف استطعتي دكتورة نسيبة أنك أنت تقدري تربي فيها المهارات الوظيفية، مهارات التعامل مع الحياة؟ نحب قبل ما نبلش بكل هاي التفاصيل، أنت كأم، بعيدا عن كونك اختصصتي فيما بعد بمسألة التربية الخاصة، كأم كيف كان شعورك أول ما رزقتي بغدير ووجدتي أنه عندها متلازمة داون؟ أهلا وسهلا فيك إسراء، أنا بشكركم على تسليط الضوء على فئة مهمة جدا في مجتمعنا، موجودة نسبتها موجودة في المجتمع، تقريبا 3% من مجتمعنا موجود فيهم الأشخاص اللي بيعانوا من الإعاقة العقلية. إذا رجعنا لسؤالك بداية، شو كان شعوري؟ هو حقيقة أي شيء مجهول بتخافي منه، فأنا بداية كنت صغيرة وما عندي أي فكرة عن ما هي متلازمة داون، لكن الحمد لله انه مع تقديم المعلومات لي شو راح تكون، شو طبيعه الحياه راح تعيشها، وايضا بالعيش معها. هي حقيقه الطفل عندما ياتي بيكون كثير حلو يعني بغض النظر، لكن غدير طفله كانت جميله جدا ولطيفه جدا ومحببه لجميع ابناء العائله. يعني بالفعل فئة داون تلاقيها فئة اجتماعية، بتحب الناس وبتحب تتفاعل معهم. ما وجدت صعوبة كتير كبيرة مع غدير في مختلف مراحلها، نظرا لأنه هي أنا بصراحة من كانت صغيرة وديتها على المدرسة، فهي تلقت التعليم، تعليم أنا بأكد على أنه الحمد لله كان تعليم جيد، التعليم اللي بيركز على تنمية المهارات السلوك التكيفي عندهم. نحن في عنا مقياس سلوك التكيفي عادة يطبق للأطفال اللي أو الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون أو المعاقين عقليا. فحاولت منذ أن كانت صغيرة أن أعمل على تنمية المهارات الموجودة في هذا السلوك لديها. الآن بعد ما اختصيت بالموضوع، لما بجي بحاول أطبق المقياس عليها، غدير ممكن تصل إلى درجة عالية جدا في المقياس ما عدا الجانب التواصلي. أنت لاحظتي شوية الجانب التواصلي فيه شوية ضعف، لكن المهارات الاستقلالية عندها كاملة جدا، المهارات الاجتماعية رائعة أيضا، يعني حتى المعلوماتية المفاهيم يعني عندها أيضا. لدرست غدير تعرف القراءة الكتابة، نحن نسميها اللغة الوظيفية أو العملية، هي تعرف تقرأ تعرف تكتب، فالحمد لله وصلت إلى مرحلة بالفعل أنا أفخر فيها، ولديها أهم شيء الثقة. هاي كلها كتابتك؟ انا كتابي. وهي بس هو الضرب اخذته. انت حافظه جدول الضرب؟ يعني مثلا لو قلت لك 2 ضرب 10 20، طب مثلا من غير 5 ضرب 10 10 ضرب 10 لا 5 ضرب 10 50 صح؟ طيب 2 ضرب 4 8 طيب 4 ضرب 3 12. احسنتي. طيب خلينا بدي لا اختار شيء صعب. انت حافظه كل جدول الضرب، انت صرتي حافظيته اكثر مني. طيب بداية بقول لك غدير ليس مرض، هي فقط يعني احنا حتى ممكن ننتقل من مرحلة، إذا جينا في التعريفات العلمية التصفية انتقلت ليست في الإعاقة، هي في مرحلة العجز فقط وليست الإعاقة، لأنها الآن المجتمع من حولها يعني فتح لها أبوابه، فبالتالي لديها نقص معين في مهارات معينة، ولكنها تمتلك مهارات السلوك التكيفي، تعيش في المجتمع بنوعية حياة جيدة، أيضا تمارس
حقها في العيش، تذهب إلى مدرسة، ترجع معي من المدرسة إلى المنزل، تساعدني في أعمال المنزل، تلعب مع إخوتها الصغار، توجه إخوتها الصغار. يعني لديها مهارات فعلا أنا أستطيع الاعتماد عليها، بمعنى عندما أحيانا أدخل لأرتاح شوي هي بتحب تقعد مع إخوانها، أحتاج أخوها كاسة مي تساعده. نعم، تتفرج معهم على الأفلام، يعني الأفلام الكرتون، تجلس معهم، تحب أن تقضي وقت معهم، بتأخذ أختها مثلا بتروح تحت عنا في المجمع بتلعب تتمشى مثلا بالساحة أو تلعب معها بالألعاب، تسبح، لديها مهارة جدا رائعة السباحة ممكن تخبرك عنها، يعني تسبح يعني بتعرف السباحة بشكل جدا رائع، تسبح هي وأختها. خلينا نشوف، خبرينا عن مهارة السباحة. أول شيء مين علمك السباحة يا غدير؟ لحالي؟ لا، بابا علمك يا صح، وقت نروح على البحر. هاي من كثر الثقة، من كثر الثقة، هذا دليل على أن ثقة غدير. أنا ما عم بحكي هلا، لا بس هذا دليل على أن ثقتها عالية جدا بنفسها. في البداية غدير مين تتذكري علمك السباحة؟ لحالي. لحالك بس تعلمتيها من والدك شوي؟ نعم. طيب وخبرينا أنت هلا شو بتحسي بس أنت تنزلي تسبحي مع إخواتك؟ يعني يعني السباحة بدأت رياضة، يعني كمان ألعب رياضة، تحت الرياضة تحت عمارة لعبة رياضة بتلعب فيهم. بتلعبي لعبة رياضة تانية لما بتنزلي تحت بالعمارة؟ تحت كمان في حتى العمارة في محل رياضة كبيرة. حلو، صح. شو أكثر لعبة بتحبي تلعبيها؟ يعني بسكليت، في يعني اللي هي لعبة اليد. عضلات اليد. عضلات. وعند يعني كمان يمسك عندي كمان بسكليت. تحت بسكليت. بسكليت. طيب خبرينا لما بتنزلي مثلا تلعبي مع اخوك عمر وعمر بيشاغب بالالعاب، كيف شو بتتصرفي معه؟ خبرينا، احكي بصراحه. انا ما بدي احكي هذا تنام عمر بتوب ساكت. عمر في مشاكل. خبرينا شو بتعملي معه؟ يعني اوديهم الدوره تركي. يعني مايا وعمان روحوا هنا دورة تركي. وجمنا قريبة عند أمس أنا. بتوصلون على الدورة التركية. أنت بتوصلي على بتوصليهم على الدورة التركية. كيف بتحسي علاقتك مع والدتك؟ شو انت بتكني لها مشاعر؟ شو بتحسي اتجاه الماما؟ بتحبيها لماما؟ محبة يعني، وكمان اهلك وابوك كمان ابوي، انا محبة ابوي يعني عشان ساعات كمان ابوي كمان اخراج. يعني شبه ممنون اللي في الواقع يعني اكراب جبهم يعني تروحي تجيب مع ابوها اغراض. بتروحي بتجيبي مع ابوك اغراض وبتساعدي اكيد والدتك. طيب دكتوره نسيبه، مساله المشاعر هاي مساله جدا مهمه، وهي يمكن في شيء اسمه تنميه عاطفيه ممكن انت يعني مختصه فيه وبتعرفي فيه بشكل اكبر. كثير من الاهالي بفكروا انه الطفل في مثل هذه الحالات ربما لا يشعر او ما بحس مثله مثل غيره، انت خبرينا هل هذا الكلام او هذه الاشاعه حقيقيه ولا لا؟ هو بالنهايه يا طفل يشعر مثله مثل غيره. طبعا غدير مفعمة بالمشاعر حقيقة، يعني هذا واضح عليها من الكلام. صحيح. أيضا هي تحب الأشخاص الآخرين من حولها، بتحب جميع أفراد أسرتها، خاصة في لاحظتي مجتمعنا يعني محب، فبيبادلوها بمعاملة، دائما بيقابلوها بمعاملة حسنة، فهي تحب الأشخاص من حولهم. بالعكس المشاعر عندهم لها جد يعني جزء كتير مهم في الحياة، هم يعرفوا الأشخاص اللي يحبوهم وأيضا يعرفوا الأشخاص اللي طبعا يعني في بعض الأشخاص بتلاقيهم مو متقبلين. فغدير أنا يعني إذا بدأ اللي أقيمها بالذكاء الاجتماعي، لديها ذكاء اجتماعي جيد، هي تعرف من الشخص الذي يحبها فتجلس معه وتتحدث معه. احيانا نذهب الى اماكن ممكن بعض الاشخاص ما كثير بتقبلوا هذا الشيء. هذا حديقه. نعم، احكي يا غدير. يعني لما احنا نحكي سوال نحن انا وبابا اهل نروح مشوار. اذا بتروحي مشوار انت مع والدك مثل اي اهل مثلا يعني بيروحوا مشوار؟ بنروح على عند ناس، بنروح عند اختي مي عندها خلاص بقى عندها نحن عندها يوم عزيمه. انت مين بتحبي اكثر شيء تزوري؟ مين الناس اللي بتحبي تزوريهم؟ اخت امي. خالتك اخت امك؟ ايوه اسماء.
يعني على ما يبدو انه حتى هي مختارة فعليا تنتقي الاشخاص اللي بتحب انها تروح تزورهم. صحيح، وخاصة شو جابت لك خالي اسماء؟ بتلاقي مثلا يعني الخادم، يعني الخادم هي حارة وزوارة. غدير مدللة في الاسرة حقيقة، يعني ما شاء الله خزانتها ما بتقدري، يعني انا اوقات بكتير بمشي منها قد ما بتجيها هدايا من خالاتها من عماتها، من هي المفضلة في الاسرة. فبتلاقي كل واحد بيحبها، كل واحد جاي بيجيب لها اشياء، حفلات بتنعمل لها ما بتنعمل يمكن للاطفال اللي هي في الاستوديو الدكتورة نسيبة جلال والدة الطفل غدير والمختصة أيضا في مجال التربية الخاصة. أهلا وسهلا فيك دكتورة نسيبة. أهلا وسهلا فيكم، سعيدين بوجودك. خلينا نبدأ بداية مع متلازمة الداون، يعني شو هو أنواع هذا المرض ويعني تبع لأعراض كل حالة منه؟ أهلا وسهلا فيك يا علا. طبعا هو مو مرض، هو بالضبط المرض يمكن الشفاء منه، لكن الإعاقة هي تبقى مع العمر. نعم صحيح، فقط من جانب علمي أريد أن يعني أقول ممكن نتعرف على الإعاقة العقلية أو داون من خلال تصنيفها إلى حسب درجة الذكاء و مهارات السلوك التكيفي إلى الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة والشديدة جدا. أركز على الإعاقة العقلية البسيطة اللي بتكون درجة ذكاء هي أقل من المتوسط بانحرافين معياريين، يعني أقل من أو بحدود 69 فأقل. هؤلاء هاي الفئة إذا قدم لها دعم اجتماعي وتربوي مناسب فهي ممكن أن تصل إلى يعني مهارات من السلوك التكيفي في لدرجة عالية. بمعنى تستطيع أن تمتلك مهارات السلوك التكيفي اللي هي مهمة لها في الحياة مثل الأشخاص العاديين. أيضا الأشخاص العاديين مهم لهم أن يكتسبوا مهارات السلوك التكيفي، أيضا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مهم لهم يكتسبوا هاي المهارات. غالبا إذا ما قدم لهم دعم مناسب تربوي واجتماعي مناسب يصلوا إلى مهارات الصف الثاني أو الرابع الابتدائي، حتى عمر 16 سنة إذا قدم لهم تعليم منظم ومكثف. أيضا يصلوا إلى مهارات استقلالية كاملة. إضافة إلى ذلك في الجانب المهني يمكن أن يصلوا إلى يعني يستطيعوا أن يعملوا أعمال كاملة بساعات كاملة أو جزئية حسب كل حالة، يعني حتى البسيطة إلى حالات مختلفة حسب مهارات اللي تعلموها. المهن البسيطة نحن بنركز عليها اللي تعلموها. إذا نحن بنسميهم قابلين للتعليم، هي أهم شيء إنهم فعلاً قابلين للتعليم. هي الإعاقة البسيطة. أيضاً هناك عندنا الإعاقة المتوسطة، العقلية المتوسطة بتكون بثلاث انحرافات معيارية عن في يعني مقاييس الذكاء. بمعنى بتكون بحدود 54 فأقل درجة الذكاء لديهم. يمتلكوا الكثير من المهارات السلوك التكيفي لكن ما بتكون يعني بتكون بضل عندهم ضعف فيها. إضافة إلى ذلك عملهم يمكن أن يعملوا في المستقبل في مهن ولكن بتكون تحت التشغيل المحمي نحن بنسميه، يعني اشخاص معينين بيشرفوا عليهم. هلا هي التصنيفات اللي حكيت لك اياها هي حقيقه فيها مرونه، بمعنى الاعاقه العقليه المتوسطه ممكن ان تصل الى البسيطه اذا ما قدم لها دعم. غدير ابنتي هي اعاقه عقليه متوسطه وليست بسيطه. كثره التدريب وكثره تعلمها للمهارات استطاعت ان تصل الى مهارات السلوك التكيفي للبسيطه، مع العلم انه اذا لاحظتي في الجانب التواصلي اللغوي لديها ظلت العيوب لم تستطيع أن تتغلب عليها، لكنها حقيقة تمتلك مهارات اللي بيمتلكوها في مجال البسيطة. جميل دكتورة. نعم. طيب خلينا نحكي عن هذه المهارات السلوك الوظيفية إن صح التعبير. صحيح. فعليا ما هي الوسائل والتدريبات اللي ممكن تعطى لكل حالة من هذه الحالات اللي ذكرتيها بحيث نقدر نوصل مع أطفال متلازمة داون لمرحلة جيدة من التكيف الوظيفي؟ صحيح، غالبا نحن في مدارس حاليا الدمج أصبح عالميا لجميع في جميع
الدول. صحيح. بمعنى هناك المدرسة التي لا تستثني أحدا قانونيا دوليا معمول به في دول أوروبا، والآن بدأت الدول العربية أيضا تأخذ فيه. في كل مدرسة هناك تفاوت في القدرات، الفروق الفردية نحن نسميها بين الأبناء، فهم يأخذون الإعاقة البسيطة تدمج مع الطلبة العاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة. جميل. أحيانا تدمج لساعات معينة ولكن بتكون بصف خاص فيهم، نقدم لهم التعليم الخاص، هم في حاجة حتى يصلوا إلى تطوير قدراتهم إلى تعليم خاص. حقيقة الطفل العادي يتعلم بشكل غير مباشر، لكن هم بحاجة إلى تعليم مباشر في الكثير من المواد حتى يصلوا إلى مرحلة يستطيعوا أن يتعلموا بعض المهارات البسيطة بشكل غير مباشر، لكن هم بحاجة إلى تعليم مباشر. فبالتالي توضع لهم الخطة التربوية الفردية لكل طفل في المدرسة، يوضع له خطة تربوية فردية تعتمد على هذا المقياس. نحن نستخدم مقياس سلوك التكيف الجمعية الأمريكية. الآن هناك في صور معربة للبطش والزيداني نأخذ منه، أو مقياس فاينلاند أيضا للسلوك التكيفي، هو عبارة عن مجموعة من المهارات. هاي المهارات هي للأشخاص العاديين، نحن نأخذها ولابد أن يتعلمها أيضا الطفل الذي لديه حاجات خاصة. بمعنى الطفل العادي يمكن أن يتقن هذه المهارات مثلا بسنوات معينة، الطفل ذو احتياجات خاصة يتقنها أيضا ولكن يتأخر سنة سنتين ثلاثة حسب، بسيطة متوسطة في عنا أيضا الشديدة. الشديدة هم طبعا اعتماديين، يتقنوا المهارات لكن يظلوا اعتماديين، بعض المهارات يستطيعوا أن يتقنوها ولكن بالنهاية بده الصبر، ولكن في نتيجة ما شاء الله. يعني نتيجة أنا عم نشوف كنا غدير يعني بالتقرير تناقش وبالحوار وتشارك. صحيح. أيضا استقلالية. صحيح. كاملة غدير. المهم أيضا يعني المهارات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي كيف ممكن تنميتها دكتورة نسيبة؟ أرجع فأقول لك أن الطفل يكتسب المهارات الاجتماعية من خلال تفاعله مع الأسرة المحيطة فيه في البداية، وأيضا مع المجتمع. غدير ذهبت إلى الخدمات التربية الخاصة منذ الصغر وحتى الآن، هي تتلقى تعليمها في مدارس الفايز حتى الآن، هي تذهب معي ولكن مع تغيير، يعني كانت تتعلم اللغة العربية الآن تتعلم اللغة التركية. جميل. بمعنى أنها تثابر على تطوير نفسها مثلها مثل الشخص العادي. نحن ننادي الآن في التربية الحديثة التعليم المستمر، فهي أيضا تطور من ذاتها كالأشخاص الآخرين. المهارات الاجتماعية يتعلمها الأفراد العاديين من خلال التفاعلات الاجتماعية سواء في البيت أو في المدرسة، وأيضا الأشخاص ذوي احتياجات خاصة يتعلمونها في المواقف الطبيعية سواء في البيت أو في المدرسة. تركز نحن في تعليمهم في المدرسة على التعليم من خلال اللعب. التعليم خلال اللعب من عمر 2 إلى سنتين إلى عمر 6 سنين هو هذا في أوجه، يعني أستطيع أن أوجه الطفل للتعلم من خلال الرسم، من خلال القصص، من خلال تبادل الأدوار. ألعب أنا مع أطفالي ممكن يمثل بالتمثيليات، الدراما، حتى الألعاب الرياضية يتعلم كيف أنا أنتظر دوري عندما ألعب مع الأطفال الآخرين، كيف أساعد معلمتي أو أساعد أمي. إذن تتعلم في الخلال في واقع الحياة الطبيعية سواء في البيت أو في المدرسة كيف تنمي لديها هذه المهارات بشكل عادي وبشكل طبيعي. فامتلكت حقيقة غدير الكثير من المهارات الاجتماعية بشكل يثير إعجاب الآخرين. جميل. صحيح. طيب نيجي لجانب مهم هو جانب العاطفة والمشاعر. يمكن كثير من الناس تعتقد أنه المصاب بمتلازمة داون فعليا لا يشعر كغيره. نعم. فخبرينا فعليا عن حقيقة ما يشعر. يعني على سبيل المثال، هل الذكر يمكن أن يشعر مشاعر عاطفية معينة؟ الأنثى قد تشعر بمشاعر أنثوية، وفي حال شعروا كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع؟ صحيح. نحن نتحدث الآن على الذكاء العاطفي. هم لديهم ذكاء عاطفي بدرجة عالية مثل الأشخاص الآخرين، يشعروا بالحب، يشعروا بمن يحبهم بمن لا يحبهم حقيقة. لكن يمكننا توجيه هذه المشاعر، يعني المشاعر العاطفية لا تنفصل عن المواقف الاجتماعية، هي تتطور مع الإنسان أثناء تفاعله الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين. أيضا القيم الأخلاقية تؤخذ أثناء التفاعلات الاجتماعية. يعني هاي الفئة بالذات معروفة بحبها للتفاعل الاجتماعي. عندما تتفاعلي معها بشكل إيجابي وتظهري لها الحب والحنان، أنت تعطيها. صحيح. تعطيها مادة لكي تشعر بها. فبالتالي كلمات الحب، كلمات الثناء هي مهمة لتطوير الثقة بالذات لديهم. أنت دائما تركزي على الجوانب الإيجابية. ما نتحدث به عن الأشخاص العاديين لا يختلف عن ذوي الاحتياجات الخاصة. عندما أركز على الجوانب الإيجابية الموجودة لدى كل شخص
أستطيع أن أتفاعل معه وأطور من شخصيته. هي حقيقة علمية في الإرشاد موجودة. عندما أركز على الجوانب السلبية لدى كل شخص أدمر هذا الشخص. فبالتالي أنا أركز على الجوانب الإيجابية الموجودة لدى كل شخص من أجل تطويره. أيضا عندما أركز على الأفعال التي تقوم بها وأمدحها بشكل جيد، وهذا موجود في ديننا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا فيقول الكلمة الطيبة صدقة، يعني تصدقي. عندما تقوم بعمل اشكريها، قولي لها شكرا. فأنا حقيقة في جميع المواقف الاجتماعية حتى بإرشادي للأهالي أقول لهم اشكري ابنك، قولي له كلمة حلوة، قولي له أحبك. هي بحاجة إلى جلسات أيضا بيني وبينها، أجلس معها تقول لي أنا أحبك ماما، بمعنى قولي لي أنا أيضا أحبك. هي بحاجة عندما أحضن ابنها الصغير تأتي لجنبي، احضنيني يعني. فحقيقة هي بحاجة لهذه المشاعر كحاجتي أنا لها. أنا وصلت لعمر كبير وأقول لأمي احضنيني. بالفعل أنت عندما تمر بك ظروف أحيانا صعبة بحاجة إلى من يمسك بيدك، إلى من يربط على كتفك، وهي أيضا. طب مشاعر الأنوثة، هل مثلا ممكن تيجي تحكي لك أنه مثلا أنا عبالي أتزوج، أنا حبيت شخص، هل المصاب بمتلازمة داون يشعر بهذه المشاعر؟ جميع المشاعر التي يشعر بها الشخص العادي يشعر بها، ولكن بالمستوى البسيط. أنا بقول لك كمستوى ملائكي، هي بالفعل كملك موجود بيننا. هي نفس الأسئلة التي يسألها الأشخاص الآخرين تأتي لتسألني، ولكن كما توجه ابنتك الصغيرة تبقى في المستوى العمري الأقل من عمرها. عندما تسألك هذا السؤال تقولي عندما تكبري حبيبتي، عندما يأتيك النصيب. فما هو يعني النصيب؟ لمن الله يريد. هذه الجواب الذي تعطيه لأحيانا لابنتك الصغيرة، تجي تسألك فتقول، أيضا تعطيها لهذه الفتاة الأكبر، فهي حقيقة أنا أعطيها جواب صحيح، ولكن أعطيها الأمل أن هناك أمل حقيقي. لا أحد يعرف ماذا سيحدث غدا، لكن نبقى نحن في العالم الذي نعيش فيه. صحيح. الكثير من الفتيات كبرنا ولم يتزوجنا بعد. فيعني مو غلط أنك أنت تتجهي كيفية توجيهها لقضاء وقتها بما يفيد. أعملي على تطوير ذاتك. انتهينا مثلا من اللغة العربية، وصلت قدرات معينة، تستطيع أن تقرأ، تكتب، ترسم، تقوم بالكثير من أعمال. الآن ماذا أعمل؟ اعملي مثلي، قومي بتعلم اللغة التركية. الآن أصبحت تتحدث بعض الجمل التركية. جميل. وتشعر بالفخر بما أنه جميع من في البيت تتعلم اللغة التركية. أنا أيضا أستطيع أن أتحدث في جميلات. فكيف تزرعي ثقة بالنفس في نفوس أبنائك؟ هنا ننطلق. بدي أقول لك بس حقيقة أني أنا كنت خايفة كتير لدرجة كتير كبيرة من مرحلة المراهقة وما يتبعها. هاي حقيقة أنا بوجهها للأمهات، كتير كنت صراحة خايفة. لما حدثت فترة المراهقة عندي مع غدير كانت من أبسط المراحل اللي مروا فيه. أنا عندي طفلة وعندي أطفال عاديين، حقيقة كانت سهلة ويسرة، وبالعكس تتقبل غدير الكلمة من أول مرة تسمعها. لا يصح مثلا أن نكشف نرتدي ملابس مثلا إلنا طبع معين، نحن في المنزل لدي مثلا أطفال آخرين، لا يصح مثلا أن نرتدي القصير، يجب أن نتحجب. كلها تستمع لك من أول مرة وتسبقك. يعني هي رغبت في ارتداء الحجاب قبل أن أقول لها تحجبي. كانت صغيرة، ألا استني شوي لتكبري، بمعنى. فهي تسابقني حتى في الجوانب الأخلاقية. إذا إن وجدنا تعطيك نصائح طيب بخصوص أي موضوع تعطيني. أو ممكن تشاركك، خبرين عن مثال. تشاركني. أنا كنت معها في مجالات أحيانا مثلا ممكن يظهر شعري على طول، تقول لي ماما انتبهي. مثل ما تعودت يعني. بالضبط مثل ما تعودت، شايفة. كنا في أماكن مثلا معينة، ضبطي لبسك حتى لو كنا أمام نساء حبيبتي. فهي حقيقة طفلة عادية. دائما يجب أن تنظري إلى هؤلاء الأشخاص، لا تختلف عن الطفل، الأطفال الأشخاص العاديين، لكنها فقط تحتاج إلى قبول اجتماعي. عندما تعطيها الحب والتفهم والاحترام سوف تعطيك نتائج مذهلة. أنا حقيقة أتفاجأ بما وصلت إليه غدير، ما كنت بحلم أنه ممكن تصل لهذه المرحلة. يعني بتعرف شو لفتني حتى بالتقرير وقت سألتها إسراء أنه بتحبي ماما، فقالت بحب بابا كمان، بتقدر الحب اللي بتقدم لها، يعني بتكون هيك بتعبر عن مشاعرها بذات الوقت. كيف علاقتها معك تحديدا؟ يعني بتحس، أنا حابة كتير أعرف الحوارات، يعني على شو بتدور السؤال مثلا اللي بتسألك يا شو الاستفسارات اللي بتكون عندها وأجوبتك. هي يمكن صعوبة عند الأمهات كتير انه الاجوبه بتكون دقيقه جدا مع هيك حالات. صحيح. هلا من ناحيه علميه خلينا نقول انه دائما فئه داون رح يبقوا في المرحله المحسوسه. المجرد بيصلوا تعرف في جنه ونار والله ولازم اصلي انا يا حبيبتي ليش اخرتي الصلاه، لكن تبقى في الجانب المحسوس. فحتى الحوارات بالنسبه لها لابد انه تضل عم تحاوريها في المستوى البسيط.
في المستوى البصير هي يعني تستمتع بالحوار عندما أجلس أنا أتحدث معها، وكثير من أحيانا تكون أختها موجودة نتحدث حتى في أشياء أحيانا مثل ما بتقولي نسوية خاصة، مثلا عن عندما تكبري وتلبسي مثلا البدلة البيضاء وتكون بتشاركنا هالحديث. فهي تقول لك أنا بدي ألبس البدلة البيضاء، أنا بدي أختار الحذاء الفلاني، هي تركز مثل ما قلت لك على المحسوس، أنا بدي أحط مكياج معين. فالحديث معهم ممتع، ما في تعقيد. هذا التعقيد اللي بتشوفيه بالشخصيات مثل تلك، هي ملاك بالفعل، هي تبقى عواطفها ظاهرة وأفكارها ظاهرة، لا تستطيع تخبئتها. مع إنها تعلم مهارة، إذا أنت كنت في مجتمع معين لا تظهري، لا تظهر، بدها تتحدث أحيانا لا تتحدثي بهذا الموضوع، أقول لها أحيانا لا نريد أن نتحدث بهذا الموضوع أمام الآخرين، تسكت. شايفة؟ فهي تتعلم الصح، تعلمت الصح والخطأ منذ أن كانت صغيرة. أستطيع أن أفاخر بها بالمجتمع، يعني أصطحبها إلى أي زيارة، جميع الزيارات حتى محاضراتي تحضر معي. وبعض الأشخاص ما بيعرفوها، يعني بتجلس جنبهم، أحيانا بتجيني أسئلة حتى عن كيفية التعامل. مرة أجاني سؤال كيف نتعامل معهم وهي كانت جنسة جنبي، ومو عارفين أنه أنا أيضا عندي طفلة، يعني شايفة. فإذا هي تستطيع أن تظهر السلوك التكيفي الجيد أمام الآخرين. لا يوجد إنسان ما في نقص إسراء، لكن تستطيع تخبئة عيوبنا، وأيضا نستطيع عدم التركيز على النقص الموجود لدى شخصيتنا أو شخصية الآخرين. طيب نأتي لمسألة العائلة، الإخوة فعليا، كيف استطعتي أو كيف توجهي نصائح للأهالي أنه يخلوا الإخوة يتقبلوا المصاب بمتلازمة داون في العائلة؟ الأبحاث تؤكد إذا كانت الأم تقبل هذا الطفل وتعامله بالاحترام، احنا في عندنا التعليم عن طريق التقليد، هذا معروف، الجميع سوف يقبل هذا الطفل ويعامله باحترام. اذا المرجع الاساسي هو الام، والام لا تستطيع ابدا لوحدها ان تتقبل هذا الطفل. انا اؤكد على اهميه الدعم النفسي من قبل الزوج. زوجي اثناء يعني ولاده غدير كان متقبل الوضع حقيقه اكثر مني، كان هو المداد بالنسبه لي. جميل. يعني احيانا كثيره انا كنت اتعب، ولكن الضغوط النفسيه التي يمر بها الشخص عندما تاتي هذه الحاله ليست قليله. الدعم النفسي كنت اجده عند زوجي. جميل. يعني فكان ياخذ الطفل عني. هي احيانا اول ما انولدت كانت تقضي اي وقت طويل في البكاء، في شيء الام بحاجه. حتى اصل لمرحله تقبل اعاقه، انا مررت بمراحل الصدمه التي تمر بها اي شخص تولد لديه هذه الحاله. زوجي وصل للمرحلة قبلي، ده التكيف والتقبل، فهو كان أكبر معين إلي. حتى المهارات الاستقلالية، مهارات الذهاب للحمام، كان عمره 3 سنين، وكان عندي أيضا طفلين، أنا على طول جبت الطفل الثاني. فكان يقول لي طب ليش ما تعلميها مع أخوها؟ أقول له لسه ما بتتعلم. قال لي لا بتتعلم. فهو قام إلى تعليمها هذه المهارات قبلي. ما قال أنا ذكر، لا، أنا بعد استغربت، لاحظت سرعة تعلمتها. يعني صارت تسابق هي وأخوها، لأن الفكرة حقيقة عندما بدأت في عمر 2 سنين أعلم أخوها بدأت تسبقه، تنافسية، تشعر بالتنافس. فهي تعلمت، هو بعمر 2 سنين هي بعمر 3، ما كتير يعني وصلت لمرحلة طويلة. مع الأسف الوقت داهمنا، مع أنه يعني كتير شيق الحوار. شكرا كتير لوجودك معنا أكيد دكتور نسيبة جلال لكل هالمعلومات الجميلة والقيمة لكل المشاهدات. شكرا. أهلا وسهلا.